بسرعة وبالراحة على الحاجة. يلا خلينا ننجز. خلص يا محمد. رجع ده ورا. خلصنا وجمعنا كل حاجاتنا. طب الحمد لله، ادعي بقى ربنا يكرمنا كده وكل حاجة تمشي على خير. أمين يا رب. الله صحيح، هو الباشمهندس سليم فين؟ مفيش، قال داخل يغير هدومه. ما صحيح. هو بيعمل إيه من ساعتها؟ باشمهندس سليم. يلا يا باشمهندس عشان. باشمهندس سليم. هو راح فين؟ باشمهندس. شفت سليم؟ لا، احنا كنا بنلم حاجاتنا زي ما قلت لنا عشان نمشي. سليم اهم من اي حاجه. الشيخ جابر امرنا ما نسيبوش لحظه. انت عارف لو عارف هيعمل فينا ايه؟ جهاز تفجير مش موجود. ايه؟ قسما برب العزه لا يكون حسابه معايا انا. انتوا مستنيين ايه؟ يلا بسرعه. كله على العربيات. كله اركب العربيات بسرعه. لا هتكلم ولا هرد على اي سؤال لحد ما يجي المحامي بتاعي هنا. اللي بيحصل ده انا مش هسكت عليه. ولما اخرج من هنا هبلغ الصحافه والقنوات. مين قال بس انك هتخرج؟ سمعت حد فينا بيتكلم عن خروج؟ يعني ايه؟ هتفضلوا قابضين عليا هنا؟ انتوا مش عارفين انا مين؟ بالعكس، احنا عارفين حضرتك كويس قوي. معتز شهاب عبد الرحمن فوزي، صاحب شركه ميجا اندستريز اللي بدات نشاطها سنه 97 بتمويل مشترك ما بينك وما بين شركة الدخيلي للاستيراد والتصدير، اللي اغلب فلوسها جاية من جمعيات وهمية وفلوس التبرعات لصاحبها محمد وجدي دخيل. والشراكة دي كانت سرية طبعا، وتمت اثناء زيارتك للندن اللي قعدت فيها 3 شهور. تحب ان اقول لك قابلت مين في الرحلة دي واتكلمتوا في ايه؟ الشراكة دي كانت قانونية، ومفيش حاجة الشركة عملتها كان فيها غلطة. تحرياتنا بقى بتقول إن حضرتك بتسدد الضرائب بتاعتك بانتظام، وإقرار الذمة المالية بتاع حضرتك ما فيهوش ولا غلطة. بس إحنا بقى نحب نتكلم عن الأرباح اللي بتدخل الشركة، بتتوزع إزاي وبتروح لمين. أنا عايز المحامي بتاعي. الاستجواب ده غير قانوني. أوي أوي. اتفضل حضرتك. معلش هتستخدم موبايلي، بس خدنا منك موبايلك يعني لدواعي علمية. اتفضل حضرتك. اتفضل كلمه. يا ريت. احنا عايزين نتكلم معاه في حاجات كتير قوي، زي مثلا المتحف الجديد اللي انت دخلته باوامر من جابر المحلاوي. وعايزين نعدي على المخازن بتاعت حضرتك علشان نشوف المتفجرات اللي كانت هناك ازاي اتنقلت للمتحف ومين اللي زرعها. ايه؟ مش حافظ رقم المحامي؟ بيتهيألي متسجل عندي. هو اسمه احمد حسب النبي عبد العزيز. مظبوط، ابن حسب النبي عبد العزيز القيادي السابق في تنظيم فجر الحق، واللي هرب على افغانستان بعد العمليه الاخيره اللي عملها في العريش سنه 2001. مش كده برضه ولا ايه؟ احنا مش محتاجين نكلمه، احنا بعدنا نجيبه. تحب ايه؟ تحب تتكلم دلوقتي ولا نسمع منه الاول وترد على اللي هو هيقوله؟ احنا جبناك هنا واحنا عارفين عنك كل حاجه، مفيش داعي بقى تضيع وقت في كلام مش هيكون في مصلحتك. من الاخر كده، زي ما كان بهاء الله يرحمه بيقول، هتتكلم هتتكلم. قول لي يا حمزه، ناوي تعمل ايه مع معتز؟ هنشغله لحسابنا زي ما اتفقنا يا فندم. تضمن انه ما يبلغش حاجه لجابر او يحاول يحذره؟ ما اظنش يا فندم، مش بعد اللي احنا عملناه معاه والورق اللي احنا ماسكينه عليه. معتز برضه في الاول وفي الاخر رجل اعمال، بيحسبها هيكسب ايه وهيخسر ايه. كده كده هيخسر، بس خساره عن خساره تفرق. ما تقلقوش، بس سيبوا لي معتز انا هعرف اتصرف معاه. اسمعني بقى يا حمزه، اللي انت ماشي فيه ماشي بالشعره، واي غلطه فيه هيبوظ. ما تقلقش يا فندم، هيخلص هيخلص. لحظه تفجير المتحف هي دي اللحظه اللي هنتحرك فيها كلنا. كل واحد فينا دوره معروف ومحسوب من فترة. أنا هنا علشان أقول لكم كل واحد فينا هيعمل إيه وإمتى بالظبط. ودي الأوامر اللي جاية لي من فوق. أنا هنا علشان أبلغكم بيها مش أكتر. شيخ معتصم، أنت دورك هيكون الإقسام والمديريات.
تعرف ان التفجير تم هتتحرك انت ورجالتك. لازم الناس تعرف ان الداخليه وقعت خلاص وما تدهمش فرصه يلحقوا يتصرفوا. لازم الشوارع كلها تفهم ان الداخليه خلاص ما بقتش موجوده. يجي دورك يا شيخ وجدي. دورك هو اقتحام راس الفتن مزبير ومدينه الانتاج. واول ما تحس ان القنوات بقت تحت ايديك لازم تصدر بيان تعلن فيه سيطرتنا عن البلد. وانت يا شيخ القمر انت دورك من اهم الادوار وهيبتدي من دلوقتي. شبابنا وطلبه الجامعات تكلموا اول ما نتحرك يملوا الشوارع والميادين ويقتحموا الجامعات. عايز كل الشوارع تتملي، عايز الدنيا كلها تقف. ما انت يا شيخ مصطفى فكان المفروض يكون دورك السجون علشان تخرج اخواتنا من هناك، لكن للاسف معرفناش نجيب خط التأمين السجون. بس ملحوقة، لو تم كل اللي اتفقنا عليه هنبقى نطلعهم على راحتنا ان شاء الله. بس دورك دلوقتي بقى هيبقى معايا، هتبقى في ظهري ان شاء الله. انا وانت كل اللي معانا هنتجه لاخر مكان لازم نسيطر عليه، القصر الجمهوري. بعد اذنك اخويا. اتفضل. ايوه صالح خير. سليم خرج ومش لاقينه. ايه؟ وايه اللي خلاك تسيبه يخرج؟ انا مش قلت لك عينك ما تخفاش من عليه؟ هو خرج فجاه ومعرفش ازاي خرج من غير ما تشوفه. غبي غبي، وانا غلطان ان انا اعتمدت عليك. انا اسف يا شيخ جابر بس اسمع. طب اسكت 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 وانا هتصرف. السلام عليك يا عبد الرحمن. ها عملت اللي قلت لك عليه؟ بارك الله فيك. ومشيت وراه لحد فين؟ وايه اللي ودى سليم هناك؟ طب بقول لك ايه؟ كلم صالح وبيت اخواتك قابلهم وروح هاتوه. هاتوه قبل ما سليم يعمل اي حاجه يبوظ لنا كل اللي احنا عملناه، فاهمني؟ وطمني يا عبد الرحمن. السلام عليكم. الو. ايوه يا عبد الرحمن، عرفت سليم فين؟ ازاي؟ طيب طيب مش مهم مش مهم، قول لي بس مكانه فين. لا معرفوش، قول لي على المكان بالظبط وانا هروح له على هناك. لا اوعى حد يعمل له حاجه ولا تيجي جنبه. احنا هنتصرف يا اخي. زود السرعه. حضرتك هتقعد معانا قد ايه مستر اشرف؟ الليله دي بس، وبكره عندي الطياره ان شاء الله. اوكي، التشيك اوت الساعه 10 والفطار في التراس. اتفضل. تليفوني فين؟ طيب شكرا. نورت يا فندم. سليم! بالله على السلامة يا شيخ. الحمد لله على سلامتك يا شيخنا. سليم فين؟ سيبناه جوه، صاحي من شوية، لكن أنا اتأكدت إنه مش هيقدر يخرج ولا يعمل حاجة. عملت كل اللي وراكوا في المتحف؟ عملنا كل اللي قالنا عليه سليم، يعني احنا كده خلصنا شغلنا، واحنا كده جاهزين، مش محتاجينه تاني خلاص.
ها تمرنا بيه بقى دلوقتي يا شيخنا؟ سيبوه كده، محدش يكلمه ولا يعمل له حاجه لحد ما ارجع له. امرك يا شيخنا.